مدير الأبطال كل شيء. أعيد فقط الحق السيد الوالي والوفد المرافق له دون استثناء كلهم باسمه ومعقابه وشرفونا بحضورنا. هي تشكل هذا الطائف وهي تتداخل فيما بينها وما فيه من خطورة ومناصب بعد ذلك إن شاء الله بما يجب أن نتوخاها. أول يوم في دخول مدرسي للسنة الدراسية الحالية 2024-2025 شهدنا في هذه الثانوية المتميزة بنتائجها المتميزة بتقييمها التربوي والإداري. أتمنى لهم كل التوفيق ولكل أبناء التلاميذ على مستوى الولاية اللي تعدى تعدادهم في السنة الحالية 124,294 تلميذ ولجوا إلى 274 مؤسسة تربية على مستوى الولاية. كان فيه تحضيرات طول فترة الصيف حيث تم تهيئة أغلب المؤسسة التربوية ضمن برامج خصصت لها اعتمادات في إطار برنامج الضمان والتضامن الجامعات المحلية بالنسبة للابتدائيات وكذا بالنسبة للمتوسطات والثانويات. بعض الأشغال لازالت متواصلة على كل حال لكن سننتهي منها في أقرب الأجل. سعينا لتوفير كل ظروف التمدرس الجيد بما يضمن فعل تربوي وفعل تعليمي وتسييري في أحسن الظروف الممكنة عملا على تكوين جيد يضمن نتائج طيبة ويضمن مستقبلا طيبا بالنسبة لأبنائنا وللجزائر.